أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس بينهم أجنبيا، فيما تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة وخروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وبذلك يرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا إلى 8476 حالة، من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها و503 حالات وفاة. انتقدت الدكتورة منى مينا العضو السابق بمجلس نقابة الأطباء المصرية قرار البدء في فتح الباب أمام السياحة الداخلية، مؤكدة في بيان على صفحتها على فيسبوك أنه من الخطر جدا حاليا مع تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا السماح بالسياحة الداخلية وتخفيف الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أيضا ضرورة التخطيط للمزيد من إجراءات محاصرة الفيروس واستيعاب الأعداد المتزايدة للإصابة. وطالبت مينا بزيادة مستشفيات عزل الحالات المصابة، لأن التكدس في مستشفيات العزل يصعب جدا إجراءات مكافحة العدوى. كما طالبت مينا بتوفير كميات كبيرة من التحاليل في أسرع وقت ممكن باعتبارها الأساس في تقصي وجود الوباء ومحاصرته وبالتالي تقليل أعداد الوفيات. تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حالة غضب بين مصابي كورونا بمستشفى الصدر في العباسية بعد تأخر نقلهم إلى الحجر الصحي لأكثر من 3 أيام. احنا داخلين هنا بمزاجنا نتعالج يا جدعان، داخلين نتعالج بمزاجنا خوفا على الناس وخوفا على عيالنا، وبسمع الجميع اهو، احنا دخلنا هنا برجلينا نتعالج. انا مني واحد اتصبت في المستشفى طلعت سلبي، التانية في اللي قعدني لما بتضري المستشفى ضرتني، وبقول علني اهو، واللي بيخش هنا برجله ما بيعرفش يطلع تاني. ام احمد تمام، مو ده الكلام هنا اهو، ام احمد تمام محبوسين، محدش يعرف عننا حاجه، محدش يعرف عننا حاجه اهو، كل الناس دي ايجابيه يا اخويا. اتكلم عن الحريم بتاع الحريم، والحريم الحريم جوه اهي محبوسه، الستات الكبيره اهي اللي وقعت عينها اهي. تعالي يا بنتي هنا اتكلمي، تعالي، واحده وقعت امبارح محدش سال فيها. يا جماعه اللي جايين تكشفوا، اللي بيخش هنا بمزاجه ما بيعرفش يطلع تاني، لا راجل ولا ست، وبيحبسوه بحبسة الكلاب هنا جوه. للتعليق على الوضع كورونا في مصر وتطورات الفيروس في مصر انضم الي المتحدث الرسمي بوزارة الصحة المصرية الدكتور يحيى موسى. ورحب دكتور يحيى، يعني اليوم الأرقام في مصر تقترب من 500، والحديث ما زال ارتفاع عدد الوفيات يوميا، يعني كيف ترى استراتيجية الدولة في مواجهة كورونا في ظل هذه الأرقام وأيضا في ظل تحذيرات منى مينا وفي ظل ما يحدث على الأرض من استمرار القطارات والمتروات والأعمال بنفس الوتيرة، اللهم إلا ساعات قليلة من الحظر في المساء؟ نعم، في ظل عدم قدرة العالم حتى الآن على إنتاج لقاح أو علاج فعال لفيروس كورونا، تبقى الإجراءات الوحيدة القادرة على محاصرة هذا الوباء هي إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي وكذلك التوسع في الفحوصات. وبالنظر إلى عمل المنظومة الصحية في مصر وسياساتها في الفترة الأخيرة، نجد أنه على الرغم من أن المنحنى في مصر في تصاعد وليس في هبوط مثل بعض الدول الأخرى التي وصلت إلى الذروة ثم بدأ الوباء فيها بالانحسار، نحن في مصر في حالة تصاعد على مستوى الوفيات. الألف الثامنة تكونت فقط في 3 أيام، في حين الألف إصابة أو الألف الأولى من الإصابات تكونت في 51 يوم وفق بيانات وأعداد وزارة الصحة، فنحن في تصارع كبير عن بداية الفيروس منذ 3 أشهر. ومع ذلك نجد تصريح المستشار الصحي لرئاسة الجمهورية بأنه لا حاجة لإهدار الوقت والجهد في التحاليل الطبية. من أين أتينا بهذا؟ هل نحن نضع بروتوكولات خاصة بنا مختلفة عن كافة دول العالم وعن منظمة الصحة العالمية حتى نقول أنه لا داعي لإجراء الفحوصات؟ مصر هي واحدة من أقل دول العالم في إجراء الفحص البي سي آر، لدينا فقط حتى الآن 90,000 فحص بمعدل 800 فحص لكل مليون مواطن، في حين دول أخرى ليست بعيدة عنا في المستوى الصحي والاقتصادي والسياسي أجرت أضعاف هذه الفحوصات، فلماذا التلكؤ في هذا الأمر؟ المسألة الأخرى مسألة التباعد الاجتماعي والإغلاق. نعم. تفضل.
نعم دكتور يحيى، انت ذكرت نقطه الكشف الذي تحدث عنها مستشار الرئيس المصري عوض تجدي، لكن انا انقل لك اليوم مقالات الدكتوره نانسي الجندي مدير اداره المراكز المعامل المركزيه بوزاره الصحه. قالت رقم ارجو ان تصوبه او تعلق عليه. قالت اننا نجري يوميا 4000 تحليل بي سي ار للكشف عن فيروس كورونا. يعني مصر في 23 ابريل الماضي كان 90000، لو هي بتجري يوميا 4000 الرقم النهارده كام؟ وهل الرقم ده يتسق مع المليون اللي قاله معاه وقت جديد؟ للاسف المليون الذي ذكرهم المستشار الصحي هم 900000 رابيد تيست، 900000 كاشف سريع غير معتمد اطلاقا لتشخيص الحالات، وهناك الكثير جدا من الحالات الإيجابية التي تعطي نتيجة سلبية مع هذا التحليل، فهو غير معتمد وغير معترف به. التحليل الوحيد المعترف به هو البي سي آر، والذي أجريت منه حتى الآن 90000 حالة فقط. تصريحات السيدة الدكتورة رئيس المعاهد المركزية تتعارض مع البيانات الرسمية للوزارة، والتي لم تصرح حتى الآن بأكثر من 90000 تحليل. المسألة الأخرى هي مسألة التباعد الاجتماعي والإغلاق، وهو الضلع الثاني إن كنا نريد حقا مكافحة ومحاصرة هذا الوباء. نسعى إلى إجراءات رفع ما تبقى من الإغلاق الذي كان ضعيفا بالأساس تحت دعوة دعم الاقتصاد والحفاظ على الاقتصاد من الانهيار. شكرا لك دكتور يحيى موسى المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا المسائية مستمرة، وبعد الفاصل تنديد دولي متواصل باستهداف قوات حفتر للمدنيين ومقار البعثات الدبلوماسية في طرابلس.